حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، قال: حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل، عن أبي حميد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال: أبا سيدٍ الم تر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الانصار فجعلنا اخيرا فادرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الانصار فجعلنا اخرا فقال اوليس بحسبكم ان تكونوا من الخيار